الأمريكي لينا فنوم وحلقة أسواق عالمية في مجموعة إكويتي. أعتقدي أنه استمرار وول ستريت في مكاسبها التي سجلتها في إغلاقات الجمعة سيستمر حتى مطلع هذا الأسبوع؟ نعم، بالفعل بيانات الوظائف الأمريكية المخيبة جدا للآمال التي جاءت دون التوقعات بتقريبا ب 266 ألف وظيفة وارتفاعات مستويات البطالة ل 6.1%، خيب الأمال بأن يقوم الفدرالي الأمريكي بأسرع وقت في رفع أسعار الفائدة. يظهر أنه سيستمر بسياسته التحفيزية ولن يكون هناك رفع أسعار الفائدة، وأيضا بلشنا نشوف أنه ما عاد في قلق أو مخاوف من ارتفاع التضخم اللي كان عم بيأثر على أسواق الأسهم، فاحتمال ارتفاع أسواق الأسهم أصبحت أيضا واردة بعد أن وصل مؤشر نزداك لمؤشرات أو مستويات عفوا قياسية. نحن نتحدث عن 4200 لسالفي 500 ونعم، وبالنسبة للفيوتشرز أيضا على ارتفاع. أيضا عندنا داو جونز أيضا ارتفاعات مقتربين مستويات 35 ألف نقطة بالتدريج بالارتفاعات، فكل المؤشرات إيجابية. نحن نتحدث عن سياسة تحفيز، وربما هناك سيكون أسهم انتقائية، توجه المستثمرين الآن إلى أسهم انتقائية في أسهم الطاقة، الغذاء، لاحظنا القطاع المصرفي على ارتفاع، الأسهم المرتبطة بالاستهلاك مثل كوكو كولا، يعني الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية. بالنسبة لدينا مؤشر النازداك، طبعا شهدنا تراجعات ليس مثل الاس ان بي 500 وايضا مثل الداو جونز، شفنا تراجعات على بعض الاسهم مثل الفابيت، امازون، ابل. هي ربما هناك تضخم في الاسعار وصلت الى اسعار، خاصه بعد تلميحات الاحتياطي الفدرالي الامريكي بان هناك يعني اصبح مخاوف من حصول فقاعه، لكن بدانا نلاحظ انه الارتفاعات بالفعل ستصبح وارده بسبب التقليل من المخاوف من ارتفاع التضخم، لانه كما ذكر الفدرالي بان يكون ارتفاع التضخم عابر او مؤقت. طيب نرجع للعلاقه الطرديه بين الذهب والتضخم، طول ما التضخم يبدو مرتفع يبدو في اتجاه على الذهب، ايضا بيستفيد من تراجع الدولار. فشو شايف الاتجاه للذهب؟ بالنسبة للذهب طبعا بعد ملامس مستويات أو طلع فوق مستويات الـ 1800 دولار تعتبر مستويات نفسية مهمة، نحن عم نشوف ارتفاعات لفوق ذلك لمستويات ممكن 1850، لكن نحن إذا ربطنا العلاقة بين الذهب والتضخم عنها علاقة طردية، والتضخم هناك إلنا ما بقى في مخاوف من ارتفاع التضخم، لكن المرتبط الارتباط الأكبر هو بالقدرة الشرائية للنقد. يعني إذا شفنا انخفاض القدرة الشرائية للنقد عم نشوف الدولار الأمريكي تراجع، عم يستفيد الذهب نتيجة لوجود العلاقة العكسية بين الذهب وأيضا بين الدولار الأمريكي. يعني هناك مع بقاء سياسة التحفيز الأمريكية وأيضا بيانات الوظائف الأمريكية سلبية دعمت أسواق الذهب. نحن نترقب بيانات التضخم بحسب مؤشر صار المستهلك الأمريكي المتوقع أنه يرتفع من 2.6% إلى 3.6%. هذه الارتفاعات في التضخم يعني تضخم مرتفع يعتبر، فهذا راح يؤثر على ارتفاعات أسعار الذهب، فالتوقعات ما زالت أنه أسعار الذهب نحو الارتفاع. نعم، طيب شفنا طبعا في التقرير اللي مر أيضا قبل هذه الفقرة يعني مطالب رئيسة الحزب الوطني الاسكتلندي بإعادة الاستفتاء والانتخابات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بعد أن فاز حزبها طبعا في الانتخابات المحلية، الحزب الوطني الاسكتلندي. شفنا احنا الباوند مرتفع، هل باعتقادك سيستمر بارتفاع رغم فوز هذا الحزب؟ نعم، طبعا حصل ليس على الأغلبية المطلقة الحزب الوطني الاسكتلندي، حصل على تقريبا 64 مقابل 129، كانت حتى يحصل الأغلبية المطلقة يجب أن يحصل على 65 مقعد، فبالتالي تقليل أنه راح يكون الانفصال المتوقعات بين بريطانيا واسكتلندا خلال السنوات المقبلة لن يكون بهذه السرعة، فبالتالي يعني يحتاج إلى سنوات بعد علاقة دامت بين بريطانيا واسكتلندا أكثر من 300 عام. إذا تذكرنا أو عدنا ل 2014 شفنا 55% من الشعب الاسكتلندي لا يريد كان الانفصال عن بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن يظهر أنه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غيرت المعطيات، فتقليل المخاوف من الانفصال بهذه السرعة، ونحن نعلم أنه بوريس جونسون لا يريد، هو صاحب الكلمة الوحيدة في هذا المستقبل. ولكن ربما فوز الحزب في الانتخابات يعطيه تفويض بأنه يطلب استفتاء ثاني.
نعم ربما، لكن لكن اعتقد انه مستبعد هذا يعني هناك يعني ليس بهذه السرعه ان يتم في ذلك. فالمخاوف اللي قلت عن موضوع انه انفصال اسكتلندا فخاصه سوف يكون لصالح الدعم الجنيه الاسترليني، ونشوف الارتفاعات وممكن نشوف مستويات فوق ذلك ب 1.42، بالاضافه الى انه تراجع الدولار نتيجه البيانات الوظائف الامريكيه والسياسة التحفيزية خلت أنه كمان دعم للجنيه الإسترليني، ممكن نشوف مستويات 1.42. شكرا جزيلا لك لينا قنوع، محللة أسواق عالمية في مجموعة إكويتي، نور اليوم. شكرا لك.